التي تفسد الأذهان. أيوة. واسمعوا كلام ربنا. أيوة. تفضل. الآية دي من المزمور ده هم لا يعلمون أنها نبوة. أيوة. عن صلب المسيح. إزاي بقى؟ نشوف الآية الأولى من مزمور 21 وآية 22. مزمور 1 آية 22 سوري مزمور 22 آية 1. صراخ السيد المسيح على الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني. طيب فيدعي بقى المسلمون إن هذه كلمات المسيح عن نفسه وأن الله تركه. نعم. وهو يصرخ. لكنها يا أحبائي فاتحة نبوات داود النبي عن صلب المسيح في هذا المزمور. طب ما كده يبقى اللي على الصليب ده بيكذب. يعني اللي على الصليب ده، اللي على الصليب يا إخوة بصوا أهو قاعد عمال يقول إيه: إلهي إلهي لماذا تركتني، إلي إلي لما شبقتني كده. يعني ده بحسب الكتاب انه كان على الصليب قاعد عمال بيقول: إلهي إلهي لماذا تركتني، إلي إلي لما شبقتني، لما شبختني بالشكل ده. تمام. تمام. فيقول لك ايه؟ يقول لك ان بيقول لك ان احنا المسلمين بنقول ان ده كده، ليه بيقول كده، وان ده دليل تحريف وما تحريف وما الى ذلك، مع ان الامر ابسط من كده بكتير. يعني الامر ابسط من كده بكتير. حاجه من اتنين: اما ان الهه تركه، او اما انه بيكذب. اما ان الهه اله المصلوب تركه، او اما ان المصلوب بيكذب. خلاص. بس انا بقى محمد نصيف، مش هو بيقول لك ان المسلمين بيلونوا؟ احنا بنلون. فين الالوان؟ فين الالوان ونقعد نلون لهم في المشخبط لهم على الحيطه؟ انا هتنزل معاه، تعال نفند تفنيده، تعال نفند تفنيده على المسلمين، يلا بينا. وقد قصد المسيح وهو على الصليب يقول الكلمتين دول هادي عشان يذكر اليهود اللي صلبوه بما قاله داود النبي عن الصليب، عشان يذكر اليهود اللي ايه اللي صلبوه. خدوا بالكم من ضمن شبهات النصارى الان ده زكريا نفسه. هبقى احاول اجيب لكم الشبهه بتاعته دي. زكريا بطرس نفسه جايب شبهه يقول انتوا يا مسلمين الاسلام غلط. ليه يا عم غلط؟ قال لك عشان عندكم الايه اللي بتقول على اليهود وقولهم انا قتلنا المسيح ابن مريم وما قتلوه وما صلبوه. يقول لك لا، القران اخطا هنا لانه قال ان اليهود هم اللي صلبوه بينما الرومان هم اللي صلبوه وقتلوه. شفت كده بيقول ايه؟ بيقول لا، اليهود ما قتلوش ولا صلبوهوش، ده اللي قتلوا صلبوا مين؟ الرومان. دي شبهه من شبهاتهم. تخيل. اسمعوا زكريا بوزروت هيقول ايه الان بعظمه لسانه. عشان يذكر اليهود اللي صلبوه بما قاله داود النبي على، عشان يذكر اليهود اللي صلبوا مين؟ اللي صلبوا الرب بتاعه. عشان يذكر اليهود اللي صلبوا الرب بتاعه. عشان اليهود اللي صلبوه، اليهود اللي صلبوه. اما انت جاي بتعترض على الاسلام ليه وتقول ان اللي صلبوا الرومان؟ لما بتقول في قول لي على اليهود وما قتلوه وما صلبوه عن اليهود، تقول لا اليهود ما صلبوهش ولا قتلوهش، دول الرومان. اما دلوقتي جاي بتقول لي ان اليهود صلبوه. كل ما تتزنق اقلع، كل ما تتزنق اخلع. عقيدة مرقعة تلزقها من هنا تفك لك من هنا، تلزقها من هنا تفك لك من هنا. عقيدة مرقعة.